حد من الاسباب يعني. لا معلش ده سبب نسبه 95%. اي ماشي يا استاذه. اه يعني مش كل انا بقول لك واحد من الاسباب حضرتك بتقولي ان هو سبب رئيسي لكن مش كله. مش كله. اه لا في تدخلات الاهل، في العلاقات الموجوده على الفيسبوك. انا حصرتها في 5 اسباب. كويس. اكتشفت بعد فتره انه طب دلوقتي بيحصل الطلاق. طيب الراجل ما يعني خلينا نتكلم كلام موضوعي ولوجيك. كلام بصراحه، كلام بصراحه. انا بتكلم بصراحه جدا. الراجل النهارده ما بيكتفيش بمراه واحده، وهي دي وهو ده الحقيقه، ما بيكتفيش بزوجه واحده. ده قصدك ان طبيعه الرجل كده؟ طبيعه الرجل كده واحنا بننكرها. تمام. احنا المشكله ان احنا بننكرها. لا مين اللي بينكرها؟ احنا بنعترف بيه على فكره. الستات بتنكرها. ليه بقى؟ علشان يقول لك اصل انت كده شهواني، اصل انت كده هتخرب البيت، اصل انت كده بتدور على اي كلام. تمام. لكن هي الحقيقه ان هو لا يكتفي بزوجها، لو اتجوز واحده بيضه بيحب السمره وهكذا. ده كلام مظبوط. طيب احنا النهارده زي ما قلت لحضرتك، لما عملت البحث بتاع الطلاق ولقيت ان في نسبه مطلقات بالملايين، ولقيت ان في نسبه عنوسه 13.5 مليون عانس النهارده في مصر، رقم مش قليل. في المقابل 13.5 مليون عانس. 40%. ايوه 40% من سكان من الستات اللي موجودين في البلد. مين اللي يقول كده؟ مين اللي يقول كده؟ تعال حضرتك تاني الحاجة التانية. في المقابل بقى الناس اللي بتتكلم على العزاب والظروف الاقتصادية، 2.5 مليون عازب. لو انا اتجوزت، هفترض جدل ان انا جوزت دول، انت عندك 2.5 مليون راجل عازب. آه. و 13.5 مليون ست عانس. ده وفقا للاحصائيات اللي انت عملتيها، الاحصائيات اللي موجوده في الدراسات اللي نزلت كلها. تمام. واللي احنا قرينا عنها. ماشي انا بس بتاكد من الارقام علشان بس نبقى فاهمين الارقام اللي انا بقولها لحضرتك دي ارقام حقيقيه، واتعملت وفي يعني دراسات اتعملت خارجيه كمان. تمام. على لكن انت جايبه الارقام دي من الدراسات اللي معموله هنا في البلد، معموله من في البلد بالظبط. طيب فالنهارده الناس دي تعمل ايه؟ طيب النهارده في علاقات موجوده على الفيسبوك، علاقات بقت غير طبيعيه، وعلاقات معظمها هقول نسبة، مش عايزة أقول نسبة، منها كبيرة جدا علاقات جنسية. بتتحول لعلاقات جنسية. تمام. النهاردة معلش برضو الصراحة، النهاردة المرأة حياتها ولادها، صح؟ الزوج ما فيش، مكبرة دماغها منه. الزوج ده مجرد تمويل، ما بقاش في حوار أسري. بقى في ملل أسري. ما بقاش في ان هو ده الراجل النهارده بيرجع من بره يلاقي النكد في البيت. وخلينا على ارض الواقع، الست المراه نكديه، وده تقرير فرنساوي مش منش انا اللي بقوله، ده فرنسي، ده فرنسا اللي بتقول مش انا اللي قلت، ده تقرير فرنسي والناس واتقال. خلينا بس يا جماعه عشان خدوا بالك، استاذه منى ابو شنب هي اللي بتقول الكلام، عشان في الاخر انا اللي هلبسه. انا لا لا انا اللي مسؤول. انا عارف اقول لك، اتقال لك في برنامج تامر امين كذا كذا، انا الاستاذه منى ابو شنب هي رافعه صباحها اهي. ايوه. وهي اللي قالت ان الراجل بطبعه متعدد وبيحب كذا وكذا، وهي اللي قالت ان المراه المصريه نكديه. ايوه. ارفع ايدك كده لو سمحتي. انا قلت هو يا رائد اقطع ارفع ايدك. هو خلاص انا اللي قلت، صدقني. أيوة. انا اللي بقول، ودي طبقا للدراسات. اصل انا بقول لك انا اللي بشيل في الاخر. لا يا فندم حضرتك ما تشيلش حاجه. ماشي. فده دي دراسات موجوده. تعالى حضرتك، فانت شايفه بناء على الارقام وبناء عليه. طيب. أيوة. احنا النهارده حضرتك الراجل بطبعه زي ما قلت لحضرتك ملول، زي متعدد العلاقات، بيخاف بقى بيعمل بيحصل ايه؟ يخاف بقى من الزوجه الاولى، علشان خاطر الزوجه بقى هتقعد تعمل له نكد وهتعمل له مشاكل والعيال، وهو بيحب ولاده. هو بيحب ولاده، مش عايز يخرب البيت. مش عايز يخرب البيت. فبيضطر يقيم علاقات غير شرعيه بصوره او باخرى، بدل ما يتجوز يتجوز عرفي، يعمل يرافق او الكلام ده. طب ما انت مسؤوله عن ده، انت مسؤوله عن ده. اوب هنا كلام محترم يعني واضح. و انا عايزه، انا بس عايزه اكمل جمله مش واحده. طب بس يلا بينا. لا هقول لحضرتك حاجه. هي مسؤوله عن ده ليه؟ لان هي بتدفعه بصوره او باخرى ان هو يقيم العلاقات دي. تقول لك ايه؟ الناس وعادي، ايه يعني لما يمشي مع واحده بس ما يتجوزش؟ بس في الاخر هيجي يترمي جنبي. بس هيترمي جنبي. عايزه اقول لك حاجه واقول لكل امراه، وانا مسؤوله عن الكلام ده، الراجل لما يتجوز عليكي اكرم لك من انه يصاحب واحده، لانه لما يصاحب واحده يبقى انت عندك نقص، مش حاجه تانية. طيب.